ايوا سيدي بغيت نجيكم اليوم لقيت واحد المتابع خدني بالضحك. سميتك وما خصتي ختم الكاميرا ضر يلا كنت تفرست بالضحك. ايوا حماد جميل يا ناري قال لي كي قال لي عارفك قال لي تيك توك قلت له واخا انا قال لك تيك توك دابا المشكل ديالهم تيقتل بالضحك انا عجبني في لونبيونس قلت له اجي ندير لك واحد البلوك ونحطك عندي اليوم. ايوا مرحبا 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 يلا وكان على شو ما كان لا لا هذا خلي الثقة هضر معايا انا وياك دابا هضر معايا. البنت اللي كانت تكتب في التيك توك زين كيفاش ولا التليفون يلا كان قبيلة عرفتي شنو خوتي يلا قبيلة كان دايما تحت العرض ها ها هذا هو الفيديو اللي حدا في مارينا اللي قلت لكم عليه وش نقول لكم احمق وهوتر لا لا ما تقول احمق واش انا احمق انا انا جبتي مهول لا واش انا هذا عقلي قال لك لي زين زين تعبتني اييه يا طول عمرك مرحبا ربي يخليك مرحبا مرحبا شكرا شكرا قتلو انت يا انت طول جوال انا عندي الدار عندي كل شيء هذا اهلا دارين لبس عليكم تعودوا ايوا كما قلت لكم كنشوفوا على الصاد الصاد والعافية والحماق عرفتي وكان شوف الفيديو ديال هذاك المعلوم اللي قلت لكم عليه قتلني بالضحك هذاك الشيء علاش قتلني بالضحك ومشيت عندو عرفتي يا ناري عرفتي علاش مسحت اما شفت مسحت هذاك حتى انا عرفت التعاليق علاش مسحتي فيديو عبد الاحد ديال هذاك حتى هذاك الفيديو ما تقبلش ليا عرفتي علاش ما تقبلش ليا حيت ديال اذاعه مصور معاها وبغي زعما مونطيتو باش نحطوه يشوفوه الناس مي ما قبلوش ليا ما عرفت علاش ما قبلوش ليا هذوك الشيء علاش ما بغيتش نحطو. يلا خليتكم على خير ونهاركم مبروك وتنشوفو ان شاء الله ونكمل معكم فيديو حتى الاخر ان شاء الله صافي يلا وتنحبكم بزاف وتنموت عليكم شكرا ليكم ومقبله من الدوايات قبلوا انا بالدواء عرفتي علاش حيت بغيت هذا وصفتوني عند قصف قهوة وندوز معكم نهار زوين ولا صفت كيف نطلع لايف شوف تموت بالضحك عرفتي شنو شوفوا على الديكور شوف بلاتي نوريكم واحد المفاجأة ايوا ازين مالنا شتيوا مسكينة مالو كنا هارب لها سميتو يلا خليكم ما تزابوش معايا تنكمل معكم فيديو حتى الاخر ان شاء الله ونهاركم مبروك والصهد والعافيه والشمس ان شاء الله ايوا ما تزابوش تنكمل معكم ان شاء الله الفيديو والبلوك ايوا ما شاء الله عليكم يلا راكم مبروك سلام دايرين تقولوا لي قبيله عرفتي تموت بالضحك عرفت شنو قال لي دابا مشينا تال هذاك الجبل ياك ومشينا هذاك الجبل مشينا له عرفتي يا خوتي ما نقولكمش هذاك الجبل شحال خاوي ما قدرتش نكمل فيه تال الفيديو يلا بغيت هذاك الشوط اكل قدرنا في الليل الملا ايوا شنو نقدر نقولكم خليكم ما تزابوش معايا شنو نقدر نقولكم اللي تتقتلني عند واحد لاجونس هنا مرحبا بكم انتم عقلتوا عليا السلام عليكم
الطبيعه شحال زوينه شحال غزاله ها نتوما. ايوا هادشي اللي نقدر نقول ما تسابقوش معايا باش نكون معكم في فيديو ان شاء الله. سير اهلا. شدوا شدوا هانتوما صوتوا الزين هانتوما وشد الزين شد شد القلب هكا الله تمشى عندي جي عندي جي زيد تمشى زيد زيد الزين زيد هانت الزين هانت ها يا داري ما تخاف صافي السي الله صافي الله يحفظك شكرا صباح بالسي يلا هانتوما شوفوا شنو صورت اليوم. السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم شفت عاودوا جبتكم واحد البلاصه زوينه تسناوني ما تزابيش بغيت نمشي واحد البلاصه هانتوما قاعدين في تتبان الشيف تشوفوا هذاك الشيء هانتوما فوق الجبل ايوا جيت ندور معاكم وصافي خليونا مقصي اللهم والديكم بداو حياه جديده بقاو حنا قايل كل ساعه قلنا قصك قلنا قصك حس واحد التعاليق عاودنا قصك ايوا هانتوما شوفوني عافين انا عليت راسي يلا خليكم ما تزابوش معايا باش نكمل معاكم ان شاء الله الفيديو يلا تسناو بلاتي. السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم اش نقول لكم قالت لي خديجه وصبحت اليوم مع الشيخات قلت لها ما صبحت لا مع الشيخات لا والو حلقه ضربني البرد انا طلعت لكم اليوم في هذا الفيديو كما قلت لكم سوا بوزيتيف ليكم واحد المفاجاه ما بغيتش نقولها دابا حطيت هذاك الفيديو ديال الاشواق اللي صورت معاهم حق ما قبلوليش اليوتيوب من ما قبلوليش حيدتهم واش غندير زعما بقاو عليا عاود نقصك عاود نقصك انا يلا بغيت نعاودكم شوف اللي بغى قص عبد احد يا باط الفيديوهات القدام ديالي في اليوتيوب ويقلب ويلقاهم ايوا هادشي اللي نقدر نقول لكم خليكم ما تزابوش معايا واش كنت مع قولوا لي خديت هذا باش نحيد زعما الحلق ساعه حلقي ولا بحال شي شيخه كنت قتلتني بنت خديجه قالت لي مال حلقك قلت لها ما مالو والو يلا خليكم ما تزابيوش كمل معاكم فيديو تاع الاخر صباحكم مبروك الله يدوز نهاركم بخير والله يتسلكم الامور غنكمل معاكم فيديو غنمشي واحد البلايصه يلا خليكم معايا. سلام انا رجعت نقول لكم نشوف نشوف الريح هنايا داك الشيء علاش بغيت نكمل معاكم ان شاء الله على البلوك ايوا ما كاين ما يدار قوت البرد قوت الشقاقش وهذا الشيء اللي كاين تلفت تلفت ليا ما عرفت فين نمشي بغيت دزت لواحد القنت هنايا سميتها شقيط البوان وبغيت نكمل معكم فيديو تاع الاخر هذاك الشيء علاش ايوا دزت لواحد البلاصه هنايا في سميتو عليه يا ربي تفكرني في الشهاده مش واحد القنينت غنقدر نمشي معاكم للبحر ما عندي ما يدار عرفتي صبحت بحال اللي علقه بحال كوح 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 بحال نقافه ونشد داكس ان شاء الله خليكم ما تزابيوش معايا ان شاء الله خليكم